رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس الحريق. أيها الرجال فليبقى كل في مكانه. سنعتمد على سواحتنا لا إقطاع وعلى دمائنا لا احتكار. سنقاتل قوى الرجعية والقوى الاستعمارية. ارفع رأسك يا أخي لقد مضى عهد الاستعمار. جمال عبد الناصر ابن صعيد مصر. حمل من هذا الصعيد شموخ أهله واعتزازهم بكرامتهم. ولد عام 1918 قبل عام واحد من ثورة مصر الخالدة. شارك في مظاهرات عام 1930 وانضم إلى جموع المتظاهرين المطالبين بعودة دستور عام 1923. في سنة 1930 طرقت وأنا شاب صغير بين أبناء الإسكندرية أنادي بالحرية وأنادي بالكرامة لأول مرة في حياتي من هذا الميدان. ألحقه والده بالتعليم ليحقق أحلامه، ونتيجة لمعاهدة عام 1936 التحق بالكلية الحربية فكان قدوة لزملائه في الكلية الحربية. خاض حرب عام 1948 وحوصر في الفالوجة. وأنا في حرب فلسطين كنت موجود في الفالوجة زي ما تعرفوا. 5 أشهر غارات جوية متتالية، 5 أشهر ضرب مستمر بالمدفعية. ليخرج منكسرا كما انكسرت أمته العربية. أسلحة فسدانة وخسرانة غشنا حكمنا ودسوها. كان الغزاة الأجانب يحتلون أرض مصر. شفت العالم البريطاني يحتلون القواعد المدججة بالسلاح. أوطاني منظر حصرني وبكاني. وكانت الأسرة المالكة الدخيلة تحكم بالمصلحة والهوى وتفرض الذلة والقنوع. إزاي أوطاني الجبارة محكومة بقصر وبسفارة والكل دخيل فيها إدارة وجيوش. وكان الإقطاع يملك حقوله ويحتكر لنفسه خيراتها. وتسقط حكومات متتالية وتبدو علامات الانهيار، فينظم ضباط الجيش المصري ليخرجوا ثائرين على الظلم والاحتلال.
لواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة يوجه كلمة للشعب المصري الكريم. تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، وهددت سلامة الشعب ورفاهيته وأمنه، وأصبح الدستور حبراً على ورق. فقمنا بحركتنا السلمية معتمدين على الله وعلى تأييد شعب مصر الكريم. طريق الثورة طريق مصر، طريق الثورة طريق مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر. من يوم حرر مصر باتفاقية الجلاء من معسكرات الإنجليز في قناة السويس. اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء والالتغاء. قد كان هدف ثورتكم أن تحرر وادي النيل كله، والثورة تحمد الله أن أعانها على تحقيق كل ما وعدت به، وإن الوادي سيصبح سيد نفسه حقا، وإننا نستطيع بحق أن نهتف من أعماق القلوب في ضمير كل مصري وفي ضمير كل سوداني: ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعباد. دعا المهندس موسى عرفة وزير الأشغال التنفيذي الخبراء العالميين لبناء السد العالي إلى اجتماع بوزارة الأشغال لبحث تفاصيل مشروع السد العالي من جميع نواحيه. راح على البنك اللي بيساعد ويدي، قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي. وردا على رفض قوى الاستعمار تمويل مشروع السد العالي، جاءت ضربته القاضية بتأميم قناة السويس. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. أربع كانت من معلم، هيا نسمع من يكلم. أربع كانت من معلم. Which leaves the canal in the unfettered control of one man or one government. طلعت أنظار العالم إلى المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية في قاعة مجلس الأمة. On July 26, the Egyptian government announced the nationalization of the Suez Canal Company. ثم أعلن أن الحكومة المصرية لا توافق على ما جاء في تصريح وزراء خارجية الدول الغربية الثلاثة خاصا بشركة قناة السويس، وليس هناك سند قانوني على الإطلاق يجعل من الشركة المصرية المساهمة وكالة دولية ليس لمصر عليها سلطان. إن شركة قناة السويس لم تكن مسؤولة في أي وقت من الأوقات عن حرية الملاحة، ولكن الحكومة المصرية هي التي تصون هذه الحرية بمقتضى سلطاتها على الأرض التي تمر بها القناة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مصر. فيكون الاعتداء الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي على مصر بالعدوان الثلاثي شرارة تطلق طاقات كامنة في كل أرجاء الوطن العربي. قدمت بريطانيا إنذاراً بأننا لابد أن نقبل احتلالها هي وفرنسا لأراضينا. هذا يا إخواني لا يقبله الشرف، ولا تقبله العزة، ولا تقبله الكرامة،
وإنه لخير لنا أن نموت جافيعا دفاعا عن وطننا، عن أن نقبل طوعا احتلال بريطانيا وفرنسا لجزء من أراضينا. في وجه العدوان وينسحب المعتدون. فيولد بالانسحاب زعيم للقومية العربية، هو جمال عبد الناصر. أيها الإخوة، في رأيي أن الهدف هو تحرير كل فرد عربي وكل وطن عربي سياسيا واجتماعيا. الذي جعل مصر رائدة التحرر في العالم الثالث. فكانت ثورة الجزائر بلد المليون شهيد، وثورة اليمن ضد التخلف، وانطلاقة إفريقيا نحو الاستقلال. وتحالف مصر مع الهند ويوغوسلافيا وأندونيسيا. كما كانت وحدتها الأولى مع سوريا هي البداية لفكرة الوحدة العربية. أيها المواطنون، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. لا إقليمية لا طائفية، اتحاد وتضامن وعمل من أجل الجميع. إن جيش الجمهورية العربية المتحدة لن يرفع السلاح في وجه أي عربي. لكنها تعثرت مع انقلاب سوري عليها. يوماً بعد يوم صارت لمصر مكانتها الدولية،
ونهضتها الصناعية. وأصدرت الثورة قوانين الإصلاح الزراعي الذي ملك أرض مصر لفلاحيها، فزادت الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية، وبمشروعها العملاق السد العالي. وليرتقي بمصر اهتم بالعلم والثقافة والفنون. سيد الرئيس، أستأذنك في أن أهدي إليك باسم هذه الألوف المؤلفة من طلاب الجامعة وأساتذتها وموظفيها أصدق الشكر وأعمقه وأخلصه لما أوليتها من العناية ولما شملتها به من الرعاية وكل ما أتيح لك أن تمنحها من المعونة ما تستطيع رغم هذه الأعباء الثقال التي لم يحملها أحد قبلك في رئاسة الدولة. وظل الزعيم يعطي لمصر، إلا أن الغرب لم يحتمله ولم يرد لمصر أن تستمر، فكانت نكسة يونيو عام 1967 وقد منيت مصر بها لأسباب خارجية وداخلية. قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. انكساراً لمصر،
فرفض شعب مصر الانكسار، وقاد الزعيم بناء الجيش وحرب الاستنزاف. استنزفته الخلافات العربية، فمات متألماً منها. ولحب البسطاء له شارك في جنازته الملايين. جاءت وفود لتقدم العزاء فيه لمصر. الوداع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الآن يصبح في إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل، وقبل الآن فإن مثل ذلك لم يكن ممكنا إلا بالاستغراق في الأحلام أو الأوهام، وكلاهما لا تستسلم له الشعوب المناضلة. ولقد كانت جماهير الشعب بموقفها هي التي جعلت ذلك قابلا للتحقيق، بفضل ما أظهرته من تصميم يرفض الهزيمة ويثق في النصر.